الحق يا هاني، شفت المفاجأة؟ فين غوضة؟ طمني، عارف الأستاذ أشرف الشنديدي يا هاني؟ أيوة يا عم، صاحب الكابتن محمد عبد النبي. أيوة صاحب الكابتن محمد عبد النبي، جدع يا هاني. عارفه مغوض؟ والله عارفه. ماله فيه؟ هو تعبان؟ لا يا عم، تعبان إيه؟ مش تعبان ولا حاجة بعد الشر عليه. النهاردة عيد ميلاده، عايزين نجيب له حاجة حلوة. نقول لك هات له بطيخ. إيه يا عم الهبل دي، بطيخة إيه؟ الراجل مقامه عالي، عايزين نجيب له حاجة أحسن من كده. نقول لك هات له 2 كيلو مانجا عويس. يا عم مانجة عويسة إيه؟ وبطيخ إيه؟ وخرط إيه؟ يا عم صحصح معايا. يا عم عايزين نجيب له حاجة حلوة، حاجة حلوة يعني. الراجل نجيب له حاجة يعني مش عارف نجيبها لك إزاي. الراجل مقامه عالي، عايزين نجيب له حاجة كبيرة خالص. بس يا مغاودي وجدتها. احنا نجيبه روح نجيبه 2 كيلو لحمه من عند ربيع ونعمله برمه في الغيط عندي. يا عم تصدق هي فكره حلوه والله العظيم، ما في احلى من البرمه في الارض. المهم يا عم هاني، احنا لينا وقت تاني مع الحاج اشرف الشنديدي، انا بقعد عنده في الارض وناكله برمه. بس انا حبيت نقول له من قلبي كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف، وسنه سعيده عليك وعقبال مليون سنه، ودايما يا رب في الفرحه والسعاده، وربنا يخليك لنا. اسمع بقى من اخوك هاني. انا نسيت هنقول ايه. المهم هنجيبه برمه ولا مش هنجيبه برمه؟ عم اشرف كل سنه طيب. عم اشرف